أنسى التمارين، كل تمرين من 12 إلى 16 عدة، وبعدها راح نسوي تمدد بسيط. أول تمرين بالكورة، مسدي للأمام بعدين رجعي للخلف. حاولي أثناء تقدم الكورة للأمام يكون البطن مفتوح تماما، ركزي على إن الحوض لا يطيح، يعني خليك مسيطرة على انبساط الحوض وبعدين الرجوع للخلف، انبساط البطن وانقباض، لا تطيحين زي كده. بهدوء خذي شهيق زفير وابدأي أمام شهيق خلف زفير، أمام شهيق خلف زفير، وتأكدي إن وضعيتكم مريحة وإن المسافة اللي أنت حطتها على الأكواع، شوفوني أنا بدأت أبعد الأكواع للخلف شوية، هي مسافة تفتح البطن، يعني لا تحطين الأكواع في النص تحسين إنك ما تحسين به، رجعي الأكواع شوية للخلف. وابدأي عدي 16 عدة. الآن سوي دوران، دوران، خليك ثابتة بالأكواع ورصتها تحت، تسوي دوران، تأكدي أن البطن مفتوح. 8 عدات باتجاه أيمن، وبعدين عكس الاتجاه الأيسر. خذي شهيق زفير، هذه الحركة الأولى. الحركة الثانية، حطي الكورة على الساقين، مؤخرتك في خط مستقيم، ثبتي راحات يدينك على الأرض وابدأي ضمي الكرة باتجاه البطن ورجعيها. تأكدي إن الكرة على الركب وعلى الساقين، نبغاها بطريقة مريحة مو طريقة قوية في هذه الحركة. برافو. الحركة اللي بعدها، ثبتي الكرة على أحد الجانبين. يفضل انك تسوين هذه الحركة على جدر، يا انك تسوينها بهذه الطريقة ما يكون في جدر، بس لازم رجولك تكون ثابتة عشان ايدينك بتكون خلف الاذاني وبضغط على الخصر، بس انا افضلها بالحركة الثانية انك تكونين رجولك ثابتة على الجدر، يعطيك اتزان وثبات اكثر. اللي يقدر يسويها بهذه الطريقة يسويها، واللي ما يقدر يثبت على الجدر بهذه الطريقة. 16 عدة لكل جانب. خذي شهيق زفير لا ننسى. سنتو أنا كذا خلصت، راح أبدل الاتجاه للاتجاه الآخر، 16 حركة للاتجاه الآخر. خلي أكواعك مفتوحة. الحركة اللي بعدها راح نحط الكورة على راحات الأقدام. المرة الأولى حطناها على الركبة على الساقين، هذه المرة لا، افتحي بطنك كامل، حطي على راحات الأقدام وابدأي ضمي الركب وأغلقيها. هذه الحركة الرابعة وما قبل الأخيرة من 12 إلى 16 عدة. وآخر حركة هي حركة قمة الجبل، بمعنى أنك راح تثبتين الكرة على الساقين أو على راحات الأقدام بقدرتك،
وبدي يرفعي مؤخرتك الأعلى، بعدين أبسطيها في خط مستقيم مع الجسم. آخر حركة عادي تبدين تسويها 8 عدات، ثم ترجعين تسوينها 8 عدات أخرى. سنتم برافو عليكم. كذا خلصنا تمرين اليوم، راح نسوي تمدد بسيط، يد على الكرة ويد على الأرض، وانزلي بالأسفل، خذي شهيق زفير، بدل الاتجاه الآخر، يد على الكرة ويد على الأرض، حسنتي. اترك الكرة ووسعي بين الفخذين ورجعي ظهرك بهدوء وبراحة للخلف. خليك من بطحة وخلي بطنك ممسوس، خذي شهيق زفير، حسنتي. بهدوء أيضا قومي، حطي راسك بين فخذينك وانزلي الإيدين على الجبهة وريحي الظهر. الآن أغلقي الفخذين على بعض، سكريهم جنب بعض، وخليك بعد تحت، بس أغلقي الفخذين. آخر شيء حطي راحات الإيدين على الأرض وافتحي صدرك وأكتافك، ارفعي ذقنك وخذي الهواء، بعدين ريحي ومسي الظهر. ارفعي الذقن، خذي الهواء، ريحي ومسي الظهر. سويها 3 إلى 4 مرات وكذا كونين خلصتي تمرين اليوم. برافو عليكم، ألقاكم في التحدي القادم. مع السلامة.